الطعمية سيري غير صحيح ديريكت. مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة ورزازات، وبالضبط من قلب سوق اشهر سوق هنا في المدينة. حنا كنقولوا لي سونتر فيلو مدينة ورزازات. جينا نشوفوا الاثمنة ديال التمور. كتعرفوا حنا دابا على ابواب شهر رمضان، اللي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة ويدخلوا على جميع المسلمين يا ربي برزق والصحة والسلامة. معنا احد الباعة اللي غادي يقربنا من الاثمنة ديال التمور. السلام عليكم خويا. مرحبا بك. مرحبا لله. مرحبا. قول لي خويا الاثمنه ديال التمر، لانه شتي الناس دابا رمضان قرب والناس كيتسائلوا على الاثمنه، واش الاثمنه الخاص ولا طالعين، واش غيبقى الثمن ديال التمر طالع من هنا لرمضان؟ بالنسبه للتمر ما صراحه هذا العام راه ما غاليش، غير هو على حساب كورونا كنجي لعباد الله انه غالي. بالنسبه للتمر ديال المغرب هو هذا العام اصلا ما غاليش. بالنسبه لكاين بوفقوس كيدير 60 درهم الكيلو. بالنسبه للمجهول اللي كان كيما قلت لك قبيله كان غالي، انه دابا كاين واحد الماركه كدير تقريبا 60 درهم الكيلو باش كتبدا، كاين واحد الماركه كدير 80، كاين واحد الماركه كدير 90 درهم، كاين كاع الغليظ الغليظ غنوري لكم كيدير 120 درهم الكيلو. على حسب القدره الشرائيه الانسان. على حساب هي، كاين التمر ديال 40 درهم الباكيه، كاين ديال 30 درهم الباكيه، على حساب اللي بغى سميتو. هذا اللي قلتي لي سميتو الخلط هذا. الخلط هو هذاك، هذا كيبدا من 20 درهم 30 درهم على حساب اللي كاليبر ديال التمره وصافي. وبالنسبه للتمر ديال برا يعني هذا العام هو غالي شويه، بحال السكري دابا واصل تقريبا 740، يعني تقريبا 37 درهم ونص جمله. انا كنهضر معاك بالجمله ماشي بالتسقاط. كاين الاماراتيه كدير 30 درهم، يعني هذا العام هذا التمر الكيلو هذا العام الصراحه غالي التمر هذا العام ديال برا. ومن الاحسن انه التمر ديال البلاد هو اللي كيكون مزيان واللي عليه اقبال بزاف. شنو هو اللي عليه اقبال؟ ديما كيكون التمر ديال البلاد هو اللي مزيان، حيت كيكون طبيعي ما فيه من مواد حافظه لا حتى شي حاجه. يعني التمور اللي كتدخل من الدول العربيه سمعنا بان داخله فيها لي برودوي شي. اييه شوف اي حاجه اي حاجه كتجي من برا فيها مواد حافظه، اي تمر باش يوصل يعني ديك الرطوبيه ديال التمر ديال برا يكون كان طبيعي ما يوصلش بعدا كاع المغرب. بحال دابا السكري بحال دابا السكري هو رطب كيصبر لك 4 شهور بلا ثلاجه، راه امبوسيبل ان تكون هذه القضيه هذه. بحال دابا بوفقوس ديال البلاد ولا حتى دابا حنا باقيين شويه في البرد، اما بحال مثلا شهر 8 ولا شي حاجه تقريبا 3 ايام ما كدوش كاع، خصك تحطيه في الكونجيلاتور. علاش؟ حيت ما فيهش لو برودوي شيميك. يعني اللي تشجع بها انت الناس. هي ديما كنقولوها حنايا ديما انه التمر ديال البلاد هو احسن تمر. هي طبيعي ومن الشجره اللي عندك، يعني ما داخل لا فره لا حتى شي حاجه، لا حتى شي حاجه، لا كيكون فريكو، كيكون فريكو. الفريكو هو راه مزيان للتمر. المشكل هو انه بحال دابا كيكون طياب ديال الفران ماشي طياب الشمس ديال الشجره ديالو، هذا هو المشكل. بحال السكري راه ديما كتلقاه محروم خلاص، هذا القضيه ديال السكري اللي كيدخل من الدول العربيه. اي راه ما كيكونش كامل الطياب ديال الشجره ديالو، ديما كتلقاه بالفران ديالو، فهمتي؟ كيكون نص بلحه نص تمره كيكملوه في الفران ديالو. العكس التمر ديال المغرب كتلقاه في شهر 9 10 11 كيتسالى التمر. ولكن المشكل اللي كنشوفوا الناس ما كيشوفوش الجوده ديال التمر ولا شي حاجه، قليل كيشوف الجوده، كيشوف الثمن، كيشوف الثمن داكشي اللي كاين. اما بحال دابا التمر كاع ديال سميتو ديال المغرب راه هاد العام راه ما كاينش سميتو، غير دابا الناس خدوا واحد الفكره انه غالي، فهمتي؟ انه ما يمكنش انك تبدل عليهم. العوام بحال العام الفايت كان غالي بصراحه، اما هاد العام راه الصراحه ما كاينش. حنا ما عمرنا بعنا البوفقوس ولا المجهول ب 60 درهم الباكيه. مشاهدينا شوفوا التمر، هذا تمر رويال، هذاك تبارك الله قداش هذا قليل، هذاك قليل شي شويه في السوق، هذاك وصل 150 درهم هذاك البلافو، هذاك 150 درهم الكيلو. الكيلو هذه فيها 2 كيلو دابا. اي هنوريك واحد الماركه تبارك الله، كاين هذه الماركه هذه، ها هي هذا 120 درهم الكيلو. بحال الفرق ما بيناتهم غير اللي كبر اللي كاليبر ديال التمره، اما هو المذاق ولا الشجره راه بحال يعني قد ما كبرت التمره قد ما كيزيد الثمن. كيزيد الثمن يعني حتى هذا راه بحالهم، هذا ها هو حتى هو راه نفس الشجره كلشي. هذا 65 درهم الكيلو. هذا شنو هذا؟ هذا مجهول. مجهول كله. هذا كله مجهول. كاين الصغير ديالو كيزيد. اي دابا حنايا دابا حنايا ملي كنشروه في البدايه ديال سميتو كنعزلوه، النخله كتولد رقيق غليظ كلشي، كنبقى نعزلو كنعزلو هذا الغليظ بوحدو، هذا الموين بوحدو، هذا الرقيق بوحدو، وكاينه ماركه في وسطهم اللي هي موين على هذا وما بين هذا وهذا. يعني قد ما تزاد الكبر ديال التمره والوزن ديالها كيتزاد الثمن ديالها. حتى الوزن ديالها. لا الوزن ما كيتزادش فيه، غير اللي كاليبر ديال التمره هادشي معروف في المجهول. بوفقوس لا، بوفقوس فيه غليظ رقيق.
هادشي اللي فيه. اما المجره فيه هاد الكاليتي هذا، فيه تقريبا شي خمسه د الماركات، المذاق بحال بحال، اللي كاليبر اللي كيختلف بهم، الازمنه كيختلفوا. اييه يعني كيبدا لك كما قلت لك انا من 65، كاين ديال 75، كاين ديال 90، كاين ديال 120، كاين ديال 150. هذا 65 الكيلو. اه هذا أيه. هذه فيها 2 كيلو. 2 كيلو كطيح ب 103. 2 كيلو تبارك الله. أيه. شنو النصيحه ديالك انت للناس هذو المغاربه في رمضان؟ شنو ياخذوا؟ التمر البلاد. باين الاجابه ديالك. النصيحه ديال انه ياخذوا التمر ديال البلاد، راه رخيص، وان انك تاكل واحد الحاجه كتاكلها طبيعيه، يعني ما كتخاف من حتى شي حاجه، من الاحسن انك تزيد كاع واحد 5 دراهم وتاكل شي حاجه مزيانه. يعني ما كاينش شي فرق بيناتهم. ما كاينش شي فرق. دابا انت بحال مثلا هذا السكري اللي كنقول لك انا كيدير 40 درهم الكيلو، تقدر تشري التمر ديال البلاد ب 40 درهم الباكيه فيها 2 كيلو. فيها 2 كيلو. يعني تقريبا ما بيناتهم غير واحد 2 درهم ونص اللي بيناتهم. اللهم من الاحسن انه بنادم يدي واحد التمر ديال البلاد ويكون مزيان. لا ما فيهش نهائيا، لا والو، ما كاينش داك الشيء نهائيا. داك الشيء كيجي كيتجنى من الشجره، كيتعمر في هاد الكوارطينات هادو، كيدخل الفريكو في وقيته ديال رمضان كيخرج. ما كاين حتى شي حاجه زايده من هاد الشيء هذا. شكرا خويا. شكرا بزاف اختي. مرحبا مرحبا لك. مرحبا. كما ديما كنحاولوا نقربوكم مشاهدينا قناة شوف تيفي، كنقربوكم الاجواء وكنقربو لكم الاثمنه ديال الخضر ديال التمور. تبارك الله شفتوا تمر مغربي، حاجه زوينه تبارك الله. وكما قال السيد يعني ما كاينش شي فرق كبير بين التمور اللي كتدخل من الدول العربيه، ما كاين حتى شي فرق. يعني من الاحسن ناخذوا تمور بلادنا، وما كاينش محسن من بلادنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.